السلام عليكم يا الحباب ومرحبا بكم مع سلامتكم بمشراكم، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. بونجور ميز امي، كومونت الي فو؟ جيسبر كو فو الي بيان. الزول فلاون، مرحبا يسون. اليوم انا راح نديرو اون روسيت اللي هي طعام. شكون ما يحبش طعام؟ ما يخفلكمش بلي الجيري ال بوسيد اون تري غراند فاريتي دو كوسكوس. من منطقه من ولايه نتجولوا بعد المناطق تاع الجزائر، نسيبو اون اوتر روسيت اون اوتر فاريتي تاع دو كوسكوس. ما شاء الله، انا رايحين نديرو دي فيديو عبر اليوتيوب، وانا رايحين نقدمو اطباق جزائريه، ورايحين نتجولوا من ولايه من منطقه عبر الجزائر، ونتكلموا على الحضارة والثقافة تعز بها هذه المنطقة أو الولاية. نتكلموا على الحضارة والتقاليد هذه المنطقة إن شاء الله، هيكون في المستقبل القريب إن شاء الله. اليوم رايح نديرو كسكس جزائري عاصمي، لو كسكس تاع الناس العاصمه، كيفاش كانوا يحضروا الناس العاصمه الطعام الابيض، مرقه بيضاء في العراس. كيفاش نشفى زمان كي كنا نروحوا للعراس في العاصمه، نديرو طعام مرقه بيضاء بالحميصه باللفت ولا القرعه. انا هذا الطعام مرقه بيضه نحبو بزاف بالدجاج، دجاج عرب. بما انه نتكلموا على طعام تاع العراس، لابد نديرو فيه اللحم، واليوم انا خلطت بين اللحم والدجاج. اما بالنسبه للخضره، تحبوا ديروا القرعه ولا تحبوا ديروا اللفت؟ انا درت القرعه او اللفت. نعطيكم المقادير، راح نتكلموا على اللحم. هنا خيرت اللحم بين الكتف والرقبة، وهنا بالنسبة للدجاج أنا خيرت دجاج عرب، دجاج بلدي. وكنت عملت فيديو وين وريت كيفاش نغسلوه كيفاش نقطعوه، يعني دجاج عرب شوية صعيب في التقطاع نتاعو. عندنا هنا طعام الأبيض، عندنا هنا طعام الأبيض، عندنا هنا اللفت والقرعة، وانتم تخيروا بين اللفت والقرعة. عندي البصل، الملح، السمن، زيت دو تورنوسول، عندي الحميصة مشلخة، والفلفل الكحل، وعود قرفة. أول حاجة اللي رايحين نديروها هي أنا رايحين نقليو اللحم وحدو، السمن، نخلو شوية يسخن الزيت مع السمن تاعنا، وانا رايحين نرميو اللحم مع الدجاج في ميم طون. نرميو الملح، كنقليو اللحم هكا باش هادوك كاع لي سوك تاع اللحم يطلقو. بعد ما تقلى اللحم والدجاج، انا رايحين نرميو عود قرفة والبصل، ونخليوهم واحد 10 دقائق. بعد 10 دقائق كرمينا البصل وتقلى بهذاك اللحم والدجاج، انا رايحين نرميو شويه تاع الفلفل الكحل. ما نديرش الفلفل الكحل وديبي باسكو راه حرقنا لا مغميت نتاعنا، انا رايحه ندير دوكا الفلفل الكحل. بعد ما تقلى لي هذاك اللحم والدجاج ولي زيبيس والبصل، هذا وين راني رايحه نرمي الماء يكون شويه دافي. دائما كنقلو اللحم نقلو اللحم على نار قويه، دوكا راني رايحه نقص لو فو، نخليه يطيب على نار قليله. رانا رايحين نشمخو الطعام تاعنا. اول حاجه نديرها هي الزيت، باسكو هذا طعام تاع الماشينه اندستريال ماشي طعام مفتون. وندير الماء تشاد، ونفتلو هكذا حتى ينشف.
بعد ما نشف ليه نخليه على جهه يزيد ينشف. لا خفتوا زيدي له شويه تاع الزيت بعد ما خنيته نشف شويه. راني لا شفتوا فيه هذاك الحبش باسكو اذا قلت لكم طعام ماشي مفتول طعام تاع الماشينه. نحيولو هذوك الحرابش هكذا نتنحاو فاسيلو باسكو درنا له الزيت نتنحاو فاسيلو. رايحين نزيدو نشمخو اون دوزيام فوا ونخلو من قبل ما نفورو غير نرشوه غير هكذا. وكل واحد كيفاش يدير له. انا ندير له هاد الطريقه نفتحها تساعدني بزاف ماشي كيما طعام المفتول يجي ساهل. ورانا رايحين نفورو الطعام تاعنا التفويره الاولانيه نديرولها هذا هكذا باش يفور بالخف. بعد ما فرنا طعام التفويره الاولانيه الملح نغليولو الماء نبداو نحلو فيه بلاقي هذه التفويرة الاولانيه. بعد ما فورنا التفويرة الاولانيه شمخناه ومن بعد درنا له الزيت درنا له الملح والماء نحينا له هذوك الحرابش اللي فيه ما فيهش بزاف. دوكا انا رايحين ما راهو سخون هكذا نزيدو نشمخوه خطره من قبل ما نزيدو نفوروه لا دوزيام فوا. قلت لك انا يا طعم هذايا ماهوش مفتول غير نرشو برك باش ما يجينيش ما يتكور ليش. بالنسبه للحميصه رانا رايحين نطيبوها وحدها ابار ما نطيبوهاش في المرقه تاعها. انا رايحين نحيو شويه انا رايحين نحيو شويه تاع المرقه منا تكون سخونه نديروها هنا نرمو عود قرفه يا تاع فلفل الكحل ونرميو الحميصه تاعنا تطيب وحدها. نخلو الحميصه تاعنا تطيب وحدها بهذيك المرقه اللي كنا درناها تاع اللحم والدجاج. نرميو لها نرميو لها ان مورسو تاع اللحم نخلوها تطيب. بعد ما طابنا اللحم والدجاج نحيناه من المرقه خليناه دو كوتي باش يبرد وكان نخلوه بزاف في المرقه بريح يتفتت وهكذا باش نقدروا نرميو الخضره نتاعنا اللفت والقرعه. بعد ما فورنا التفيره الاولانيه شمخناه ومن بعد درنا له الزيت درنا له الملح والماء نحينا له هذوك الحرابش اللي فيه ما فيهش بزاف. دوكا انا رايحين ما راهو سخون هكذا نزيدو نشمخوه خطره من قبل ما نزيدو نفوروه لا دوزيام فوا. قلت لك انا يا طعم هذايا ماهوش مفتول غير نرشو برك باش ما يجينيش ما يتكور ليش.
يزيد يتحل كي يكون هكذا يسخن. انا رايحين نخليه ينشف ومن بعد نعاود نفورو اون دوزيام فوا. رايحين نفوروه اون دوزيام فوا، ومن قبل ما نفورو انا رايحين نرميو اللفت نتاعنا ونخلو القرعه اون ديغني، باسكو اللفت تبطا باش طيب والقرعه طيب بالخف. ونديرو له نعاودو نفوروه اون دوزيام فوا ونديرو له هكذا باش يفور بالخف. الحميصه نتاعنا طابت، رانا رايحين نحيوها من القدره، نخلوها تجيه وهذيك المرقه اللي طابت فيها الحميصه نعاودو نرجعوها في القدره. بعد ما طيبنا طابنا كلش الخضره طابنا اللحم، عندي هاد اللفت راني رايحه نكرازيها او ما تعبتش باش تتقال لنا شويه عنده شويه تاع المرقه. راني رايحه ندير هذيك اللفت لداخل باش تتقال لنا شويه لاصوص نتاعنا، ونرمي القرعه باسكو كلش راه طايب القرعه ما طاش وطيب. انا بعد ما طابت لنا المرقه وطاب لنا الطعام رانا رايحين ندهنوه. انا دهنتو يعني حندهنو بالزبده والسمن، وانتم تدهنوه باي حاجه عندكم، ما تقدروا تدهنوه بالزيت الزيتون. نقدم لكم طبق التقديم تاع طعام تاعنا تاع نهار اليوم، طعام مرقه بيضاء بالقرعه واللفت والحميصه واللحم ولا الدجاج. طعام جزائري عاصمي يحضروه الناس العاصمه في العراس. وانا نشوفها حنا صغار كانوا يديروا طعام في طبسي عشوات كيما هدايا، يديروا طبسي عشوات ويديروا الحميصه في طبسي على جهه، اللي يحب يدير الحميصه اللي ما يحبش يدير الحميصه، ويديروا المرقه في المشرب تاع الماء، في هذا المشرب تاع الماء يديروا فيه المرقه ويسقي كل واحد يسقي كما حب، ويرميوا له شويه تاع القرفه من الفوق، وكاين يديروا له يرموا له شويه تاع القرفه هكذا من الفوق، وكاين اللي يديروا له شويه تاع المزهر. هذا اللي نقول لكم طعام تاع العراس، يديروا له شويه تاع المزهر ويقدموه بالتانيك بطبسي تاع الفاكهه اللي هو الدلاع والعنب والكانتالو. وكانوا زمان يمدوا واحد التيسو واسمه البشكير، كاين الناس اللي تسمع بهذا الاسم تعرف واش راني نقول واش راني نهضر على البشكير. البشكير هذا هو ان تيسو طويل يغومبلاس لو ديتورشون، يغومبلاس لي سيرفيات اللي كنا نحطوه على قدام رجلينا باش اونكا لاصوص تطيح ولا تطيح ديريكتومون على هذا البشكير. هذه هي قصة الكسكس عاصمي، الكسكس الجزائري الناس العاصمة. ولا هاد لا غوسيت عجبتكم تابعونا على قناة غران دي بيس دو ناديا. نقول لكم إلى اللقاء يا بروشين فيديو في أطباق تقليدية أطباق جزائرية.